بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة كل متابعينا. شغلة كلش مهمة أثناء تبديل الشبنة. من طلعت هاي القطعة القديمة، طبعا هذا الماطور الشبنة، شلون أعرف الشبنة؟ إذا بمي من هاي الفتحة يعني معناته الشبنة مالته منتهية. طلعنا القطعة الأولى هذه، بقت عندنا القطعة الثانية اللي هي نفس هذه. القطعة الثانية عبارة عن قطعة فرفورية وقطعة مطاطية تكون بالأسفل. هنا طريقة إخراجها ما راح تقدر تطلعها بالدرنفيس العادي، يعني طريقة إخراجها بهاي الطريقة إنه تحرك بيها ما راح تطلع كلش لأسباب التالية. الشفت هذا إذا تشوفونه من جوا أكو زنجار عليه، فالقطر مالت القطر الداخلي هذا مال البشارة معناته من هي ترفعها لي فوق أكو زنجار على الشفت هناية صدى يعني يمنعها من الخروج. فإحنا شو نسوي؟ لازم الطريقة أول شيء نشغل الماطور. برا من شغل الماطور نجيب هذا الدرنفيس مالتنا زين، يكون درنفيس عدل طبعا، ونخليه هالشكل حتى شنو هو يشتغل، ننظف الشفت، يتنظف من الصدى بالحالة شنو صار لها مجال بأنه تخرج الفرفورية الأعلى. بعد ذلك نجيب درنفيس رفيع، خلي يكون عدل مربع، نحاول نضغط من خارج على الداخل حتى شنو تتعشق ويا الشفت ويا دوران الماطور، واحنا ضاغطين عليه من ناية راح تصعد لي فوق وتطلعها. ليش دا اشرح هذا الفيديو؟ اكو ناس يقول لك هاي فرفورية ايش راح اسوي؟ راح اجيب درنفيس اخليه ناية واكسرها كسر واطلعها. صحيح هي تطلع، لكنه احيانا ضربتك تكون غير صحيحة راح تكسر هذه من جوا مكان الشبنة، ولهذا الماطور يتلف. معناته الماطور سعره 50,000 تلف عليك بعد ما راح تقدر تشتغل به. فتجنبا لهذا الخطأ اللي صار رجاءا انتبهوا على طريقة اخراجها. ولو راح الاقى صعوبة لانه انا بايد وحدة دا اشتغل. على كل المرحلة الاولى قلنا شغلنا الماطور، راح اجي اخلي درنفيس. لاحظ مالح عليه زايد، لاحظ تنظف هسه الشفت، نظف التكلسات. راح اجيب الدرنفيس واخليه هناية، لاحظ لاحظ يطلع عندك صوت، يعني شنو راح تصعد الفرفورية. لاحظ تحرك كان صعدت، لكن شو تسوي؟ حررت 100%. تريد تستمر تريد تسوي تقلب الماطور، راح اطفيه، راح نقلب الماطور راح توقع مباشرة. لاحظ طلعت وخلصنا من عندها. هذا معناته منتهى. بعد عندك شنو؟ القطعة البلاستيك الجوة ايضا راح اجيب درنفيس ناية، احاول شنو ازرفها واصعدها لي فوق. لاحظ هاي طبعا تكون كلش تكلسات وسخة، طلعت هذه صورة صحيحة زين عيني. بقى عندنا شنو هذا الوسخ اللي داير مداير. درنفيس عدل شوية كبير، راح اجي هالشكل اخليه يبتكي على الماطور وافره حتى شنو شكو وسخ موجود. باعشان طلع هنا شكو وسخ على الكنر اللي راح يقعد به هذا، لان هذا من يقعد لازم يقعد بصورة صحيحة. اذا اكو وسخ يسد هذا المكان معناته شنو ما راح يتنظف ويقعد بصورة صحيحة. راح انظفه وارجع لكم. بعد ما نظفتها راح لاحظ ايش راح يطلع وسخ، يطلع وسخ، هذا لازم يتنظف كليته الوسخ. لاحظ شلون طلعت؟ طلع الحديد الجوا الاصلي. راح اجي شويه اخلي دهن اذا فيه بس الكنر الخارجي، او انا شو اسوي طريقه بصراحه اغسلها بمي.
هذا الرينج خليناه زين عيني. يجي وراه شنو؟ هاي السيلة، احنا نسميها السيلة، مكانها هنا طبعا، اذا بي وسخ يتنظف. خليها باتجاهها الصحيح، شوية دقة بسيطة. تجي عندك البشارة، هذه اتجاه البشارة، هذا البي اطار يكون على الخارج، هذا بي خارج وهنا ما بي اطار مسح، هذا يكون على الداخل. بيها مكان ما السيلة اللي تشوفون هاي الفتحة تكون باتجاه هناية. دقات خفيفة، لاحظ حتى هذا وضعه صحيح. إذا شفت شوية بي صوت قوي تسوي دقة من الخلف بدر نفيس ويطلع للأمام زيني. هذا الواشر طبعا دائما انا اقول عليه لازم يتبدل، لانه هذا القديم مالته يكون ميت تعبان، فلازم عندك هاي الواشرات تحطها، هذا الواشر تلبسه هنا وتشد الخنزيره مالتها. هذا الاتجاه دائما يكون لي فوق، لا تنسى خاف تفتح الماطور. تحياتنا لكم وشكرا لكم.